نحن نرفض كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا، خصوصا التدخل التركي لأنه لم يأتي علينا بالخير. اليوم نشاهد الانقسام السياسي في ليبيا، الشرخ الاجتماعي، رفض العديد من المواطنين لهذا التدخل. يرفضون أيضا هذه المعسكرات وهذه القواعد العسكرية الموجودة داخل ليبيا، على سبيل المثال قاعدة الوطية المحتلة من الدولة التركية والتي جعلتها قاعدة خاصة بها لزعزعة الأمن والاستقرار داخل الأراضي الليبية. يجب أن يخرج الشعب الليبي كما خرج في السابق، يجب أن يخرج مرة مرارا وتكرارا نساء ورجال لرفض هذا التواجد العسكري. نحن أقمنا ثورة 17 من فبراير لكي ننعم بالحرية، لكي نبعد عنا كافة أشكال الاستعمار وأشكال القمع، ونريد أن ننعم بالحرية التي جلبناها بدماء الشهداء.